جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. السلام عليكم، صباحكم مغبش من كامبالا. نتكلم عن أغرب العادات الموجودة في الدول العربية والأفريقية أثناء صيام شهر رمضان المبارك. هنتكلم عن أول دولة، دولة أوغندا، نبذة مختصرة وسريعة عن إزاي دخل الإسلام أوغندا. دخل الإسلام في أوغندا عن طريق التجار المصريين والسودانيين في القرن 15، أقنعوا حاكم قبيلة هناك كان اسمه داود الثاني بدخول الإسلام، فاقتنع وآمن كل قبيلته. عندما خرجت بعثة من مصر لتفقد منابع نهر النيل، وكان يصطحب هذه البعثة علماء أجلاء من الأزهر الشريف ونشروا الإسلام هناك. أغرب العادات الموجودة في قبيلة تسمى قبيلة اللالانجو. قبيلة اللالانجو ده عندهم الزوج بيضرب مراته كل يوم علشان يفكرها إنها تعد الفطار، كل يوم لازم أن تضرب، ولو ما ضربتش من نفسها تتناسى، يعني تعمل نفسها مش فاكرة أصلا إن في فطار. طبعا الموضوع صعب بالنسبة لنا، الموضوع ده بيكون هنا في عالمنا العربي كان نص دماغ ستات راحت في... الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. إن العادة التانية إن الأطفال بيتجمعوا كلهم وبيختاروا شخص كلهم بيتعزموا عنده، وده اسمه الشخص المختار، بيتعزموا عنه طبعا القبيلة كلها. وده طبعا يعني لو حصل عندنا في، ولا بلاش نتكلم. التالتة ان هم بياكلوا في المساجد، يعني بيعملوا موائد في المساجد. اول عادة في دولة افريقية وكانت هي اوغندا. متبخلش علينا بالشير واللايك والكومنت والمتابعة علشان نكمل باقي العوايد في مختلف البلدان العربية والافريقية. السلام عليكم. السلام عليكم، صباحكم مغبش من كامبالا. نتكلم عن أغرب العادات الموجودة في الدول العربية والأفريقية أثناء صيام شهر رمضان المبارك.
هنتكلم عن أول دولة، دولة أوغندا، بنبذة مختصرة وسريعة عن إزاي دخل الإسلام أوغندا. دخل الإسلام في أوغندا عن طريق التجار المصريين والسودانيين في القرن 15. أقنعوا حاكم قبيلة هناك كان اسمه داود الثاني بدخول الإسلام، فاقتنع وآمن كل قبيلته. عندما خرجت بعثة من مصر لتفقد منابع نهر النيل، وكان يصطحب هذه البعثة علماء أجلاء من الأزهر الشريف، ونشروا الإسلام هناك. أغرب العادات الموجودة في قبيلة تسمى قبيلة اللالانجو، قبيلة اللالانجو دي عندهم الزوج بيضرب مراته كل يوم علشان يفكرها إنها تعد الفطار. كل يوم لازم تتضرب، ولو ما اتضربتش من نفسها تتناسى، يعني تعمل نفسها مش فاكرة أصلا إن في فطار. طبعا الموضوع صعب بالنسبة لنا، الموضوع ده بيكون هنا في عالمنا العربي كان نص دماغ ستات راحت في. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. إن العادة التانية إن الأطفال بيتجمعوا كلهم وبيختاروا شخص كلهم بيتعزموا عنده، وده اسمه الشخص المختار، بيتعزموا عنه طبعا القبيلة كلها. وده طبعا يعني لو حصل عندنا في، ولا بلاش نتكلم. التالتة إن هم بياكلوا في المساجد، يعني بيعملوا موائد في المساجد. أول عادة في دولة إفريقية وكانت هي أوغندا. متبخلش علينا بالشير واللايك والكومنت والمتابعة علشان نكمل باقي العوايد في مختلف البلدان العربية والإفريقية. السلام عليكم. السلام عليكم، صباحكم مغبش من كامبالا. نتكلم عن أغرب العادات الموجودة في الدول العربية والإفريقية أثناء صيام شهر رمضان المبارك. هنتكلم عن أول دولة، دولة أوغندا، بنبذة مختصرة وسريعة عن إزاي دخل الإسلام أوغندا. دخل الإسلام في أوغندا عن طريق التجار المصريين والسودانيين في القرن 15. أقنعوا حاكم قبيلة هناك كان اسمه داود الثاني بدخول الإسلام، فاقتنع وآمن كل قبيلته. عندما خرجت بعثة من مصر لتفقد منابع نهر النيل، وكان يصطحب هذه البعثة علماء أجلاء من الأزهر الشريف، ونشروا الإسلام هناك. أغرب العادات الموجودة في قبيلة تسمى قبيلة اللالانجو، قبيلة اللالانجو دي عندهم الزوج بيضرب مراته كل يوم علشان يفكرها إنها تعد الفطار. كل يوم لازم تتضرب، ولو ما اتضربتش من نفسها تتناسى، يعني تعمل نفسها مش فاكرة أصلا إن في فطار. طبعا الموضوع صعب بالنسبة لنا، الموضوع ده بيكون هنا في عالمنا العربي كان نص دماغ ستات راحت في. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. إن العادة التانية إن الأطفال بيتجمعوا كلهم وبيختاروا شخص كلهم بيتعزموا عنده، وده اسمه الشخص المختار، بيتعزموا عنه طبعا القبيلة كلها. وده طبعا يعني لو حصل عندنا في، ولا بلاش نتكلم. التالتة إن هم بياكلوا في المساجد، يعني بيعملوا موائد في المساجد. أول عادة في دولة إفريقية وكانت هي أوغندا. متبخلش علينا بالشير واللايك والكومنت والمتابعة علشان نكمل باقي العوايد في مختلف البلدان العربية والإفريقية. السلام عليكم.